مشاهدينا للسنة ال11 على التوالي، وانطلاقا من مبدأ أنه تهتم بالعائلات المحتاجة بلبنان، جمعية بسمك كمان نظمت نهار خاص ب يعني اكتيفيتيز او نشاطات مختلفه للعائلات اللبنانيه. اليوم ألن الخوري وهي مساعده اجتماعيه ومنسقه عائليه بجمعيه بسمه رح تخبرنا عنها. صباح الخير. موجود. اهلا وسهلا فيك ألن. للي ما بيعرفوا بعد جمعيه بسمه شو هدفها وشو هي، فيك تخبرينا؟ اول شيء اكيد بدي عيدكم عيد الام تي في وعيد كل اللبنانيه بهالسنه الجديده. شكرا لك. بسمه هي جمعيه لبنانيه للتنميه الاجتماعيه، بتهتم بعيال محتاجه لبنانيه. بنعمل لهم بلان لإعادة التأهيل على كل الأصعدة. بس ما تأسست سنة 2002، عم نعيد هلأ السنة، بلشنا بالسنة ال11. بنعمل إعادة تأهيل على كل الأصعدة لنوصل العائلة للاستقلالية المادية والمعنوية. أكيد عنا كل شهر باكي أليمونتير بنأمن لهم الحاجات الأساسية، من حاجات أكل، حاجات طبية، لنوصل على المستوى النفسي. بتعرفي العيال الفقيرة بيكون عندها كتير أمور نفسية. طبعا كل العيال عندها أمور نفسية، فكيف اللي كمان بيعانوا من فقر وحاجة؟ مزبوط. بكم عائلة بتهتموا؟ بس ما هلأ عم تهتم بأكثر من 100 عائلة. على مدار السنة نحن بنواكبهم، حتى في متابعة يومية بنتابع معهم أصغر التفاصيل من الأمور الطبية مثل ما حكينا، الأمور المدرسية كمان بنهتم بالولاد لما يرجعوا يعيدوا ذات السلسلة تبع أهلهم. بنجرب قد ما فينا ندعمهم مدرسيا، بنأمن أقساط مدرسة، بنأمن الكتب، أكيد مدارس رسمية لما كمان يرجعوا يتركوا المدرسة بصفوف صغيرة، يرجعوا يشتغلوا مهام بسيطة ويعيدوا ذات العيال الفقيرة، يرجعوا يعيدوا التاريخ ذاته. كيف يعني كيف تعرفوا بوجود هالعيال؟ هل هن اللي بيلجأوا لجمعية بسمة بيسمعوا من عيال أخرى، ولا أنتم بتفتشوا على العيال المحتاجة؟ أكيد نحن في مدارس رسمية، في رعاية، في كتير ايام قديره او ميتم بيعرفوا انه في عيال محتاجه، هن بيحاولوا لعنا بيتصلوا فينا. وفي كثير ايام عيال مثلا عبر شاشات التلفزيون او الراديو بيعرفوا انه في جمعيه بتساعد، كمان بيتصلوا فينا. نحن بناخذ عيال لبنانيه لانه نحن كثير بنفوت بتفاصيل العيله، فاكيد بدنا اوراق ثبوتيه، بدنا امور معاملات ايام رسميه، فمن هيك بنساعد العيال اللبنانيه بس. ومين بتجيبوا كل هالاموال لتساعدوها؟ يعني مصدر الاموال بجمعيه بسمه وين بيجي؟ اكيد في شركة كثير كبيره لبنانيه بتدعم رساله بسمه، وانا بدي اشكرهم على كل دعمهم على مدار السنه. اكيد في اشخاص كمان يعني على صعيد شخصي بحبوا يساعدوا، بيقولوا انه احسن ما يحط المساعده بمطرح ما يعرفوا انه كيف رح توصل، او يمكن هالعيال انه عن جد محتاجين ام مش محتاجين، بفضلوا عبر جمعيه. عندنا كمان تلاميذ مدارس بيساعدونا، هلا بعد شوي رح نحكي عن الميلاد بنحكي اكثر بهالشيء، في عندنا بنوك كمان بتساعدنا، كل حدا بحب يدعم عيال فقيره نحن بنستقبل المساعدات. اكيد في يتصل فينا على المكتب، وفي كمان عندنا دونيشن اونلاين على الويب سايت تبعنا. بيقدروا دغري يعطوا اموال. بيقدروا دغري يعطوا. اي حال ب 11 سنه واحد بيعمل صيت كمان، يعني بيصير عنده نوع من المصداقيه بتخلي الناس توثق انه المصاري اللي عم تنحط هون عم تروح لعيال عن جد بحاجه وبمحلها من ادويه واغذيه وغيرها. نحن الافونتاج ببسمه انه الاشخاص اللي بدها تتبرع فيهم كمان يشوفوا العائله ديركت، يعني بناخذهم لعند العائله، بيعرفوا لمين عم بيتبرعوا، بيتعرفوا على العائله اكيد بسريه كامله كرمال العيال وكرمال هن الاشخاص. وبيقدر واحد يتبرع بقد ما بده قيمه او مبلغ او حتى بامور عينيه، حتى بامور بسيطه، يمكن باكي اكل قد ما هو بيقدر، اشياء اساسيه. عنا كثير شرك نحن الموظفين يلي عندهم مثلا فتره الميلاد هلا، في كثير شرك تبرعوا بامور اكل، معلبات او مثلا بتياب، لو حتى تياب مستعمله يمكن بس تكون بحاله جيده، لانه اكيد بدنا نعطي الاشخاص بدنا نحترم لهم. في عندكم مركز معين بيقدروا يتوجهوا لعندكم يعطوكم اذا عندهم تياب اذا عندهم ماكولات؟ نحن مركزنا ببدارو، واكيد فين يتصلوا فينا على 01-38-3938، بنتفق نحن وياهم على كل التفاصيل. طيب الان بدنا نحكي عن الكريسماس، بدنا نشوف كمان صور شو عملتوا لهالعائلات بالكريسماس، كم عائله قدرت تحتفل معكم بهالمناسبه؟ كان عندنا نحن 200 شخص بغدا الميلاد. تعاوننا كمان، مش بس كان عنا عيال بصمة، كان عنا عيال من مدارس رسمية مثل ما قلت، وكان عنا عيال من جمعيات تانية. عملنا إيفنت كتير كبير، وهون بدأت أتشكر الام تي في لأنه هني كمان غطولنا الحدث.
كان ب 23 الشهر بصالة كنيسة سيدة الملائكة ببادارو. أكيد إجوا هالأشخاص، بلشنا النهار من الساعة 10:30، أكيد المتطوعين وصلوا من قبل، بدي أتشكرهم على كل التحضيرات. كان في عنا جروب سان بول ساعدونا بالأنيماسيون للأولاد، رسموا لهم عوجوهم، لعبون وعملوا لهم مسرحية. بعدين كان عنا كورال هي أحية الحفلة. بعدين أكيد كان عنا الأكل هون، بدي أتشكر كل الكاترينج. أحلى شيء بالعالم صورة ولد مبسوط، أحلى شيء بالعالم. مزبوط. يعني على الميلاد ما ضل حدا ما انبسط، قد ايه هالولاد بيكونوا عايشين كل ايام السنه بهالعذاب. يمكن في كثير اولاد معنفين وبرد وكل شيء، يعني بهالنهار بينسوا كل هالاشياء. نجرب قد ما فينا بهالساعات نغير الوضع. شو كان بيتضمن الحدث غير الاكتيفيتيز للاولاد وال كان في اكيد غدا مسرحيه. بدي اتشكر كل الكيترينج اللي قدموا لنا الغدا، وبدي اتشكر اللي قدموا لنا المي وكل المشروبات. وكمان مثل ما قلت كان في كورال. بعدين اجا بابا نويل، وكان في مسيو سيرج بيير رباط كمان شاركونا مع بابا نويل. اجوا بعدين وزعنا الهدايا. هون الهدايا بروجرام خاص نحن منبلش فيه من تشرين الثاني، منسأل كل شخص بالعيال، يعني كان عنا أكثر من 300 هدية، شو بيتمنى أمنية يحصل عليها بالميلاد. ما منجيب كادويات الصندار، كل واحد شو بيتمنى. بتعرفي تمنيات أولاد أيام بتكون إشياء كتير بسيطة، مثل طابة فوتبول أم باربي. منحطهم على الفيسبوك وعلى الويب سايت، وبيكون عنا كتير قلق إنه لازم نأمنهم كلهم. فكتر خير الله كل سنة شركة كبيرة أم أشخاص كتير بيدعمونا، بصيروا كل واحد فيه فوت ينقي شو بده يهدي، وبابا نويل بصير يعيط لكل عائلة ولكل ولد لوحده يعطيه هديته. يعني بيرسوناليزي حتى الهدية بتكون مزبوط. فيها يعني هيك أكيد فيها. لأنه احتراما لرأي احترام كل لرغباتهم كمان. أكيد هذا الشيء الحلو، وهن بينطروا كل سنة، الأولاد كتير بينطروا لهذا الشيء. أكيد بينطروا كل سنة. ألان كمساعدة اجتماعية منسقة عائلية، شو أكتر مشاكل بتعاني منها هاي العائلات؟ غير طبعا غير الفقر والحاجه ويمكن المكان الموجودين فيه، يعني غير الحاجات الماديه، بدي اقول انه عن جد يمكن نحن مش واعيين بلبنان على الحقيقه المره يلي صايره، بس كثير الفقر عم بيزيد. يعني نحن كل سنه بناخذ عيال جديده ابتداء من اول السنه، كل سنه عم بيتدهور الوضع بطريقه كثير رهيبه. كل سنه عن سنه عم بيزيد كثير الفقر. هن ذاتهم العائلات عم تحسوا انه صاروا بحاجه اكثر، هن ذاتهم عم بيصيروا بحاجه اكثر. حتى يلي ايام بتوصلي انه يتاهل، عم بيصير شيء بالبلد ام بالوضع. ام اعتبري مثلا عندنا كثير بنيات تاذوا وقت انهارت بنيه الاشرفيه، عندنا كثير كانوا او وقت الانفجار كمان في كثير عيال عندنا تاذوا. حتى الوضع النفسي تبعهم لو نحن وصلنا معهم لعلاج لمطرح ستاب، عم نرجع نعيد من الاول من وراء هالاشياء. والفقر عم بيزيد والحاجات كتير عم بتزيد والوضع صعب على كل الناس. كمان يلي عم بيتبرع صار عم بيتبرع بأقل مبالغ أقل. وأكيد نحن كتير عم نكافح وكتير يعني عم نجرب قد ما فينا نضل على ذات المستوى، لأن نحن يعني منحدد بجي سنوي لكل عائلة، غير التياب اللي بنعطيهم اياه هون، غير الاكل يلي بياخذوه كل شهر، غير الادويه والمساعدات. بنحدد بجي سنوي للاشياء الطوارئ. يعني ايام نعوز نفوت ولد على المستشفى بنص الليل، وبتعرف انت المستشفيات حتى الحكوميه ايام كثير بدك تدفع فرق وهيك. طبعا ما في بقى. انا بتمنى عبر الام تي في انه قد ما اشخاص بحبوا يتبرعوا عن جد انه يتصلوا فينا، لانه رح يعرفوا وين التبرع راح وراح يشوفوا بعينهم، راح يكون شيء موثوق. بس انتم ملتزمين فقط ب 100 عائله لهلا سنويا؟ لهلا بس اكيد نحن بنحلم انه يكتروا، بنحلم يصير عندنا مركز بضم كل خدمات بصمه، لانه نحن غير العيال كمان بنهتم بالاشخاص المسنين يلي ما عندهم حدا. انه اكيد المسن هو ما فيك تعملي له اعاده تاهيل، ما فيك تلاقي له شغل. بتعرفي انت المشاكل تبع المسنين عندنا بلبنان، وما في حدا يعني ما عم بيكون في حدا عم بيهتم بكل شيء للمسن. فنحن قررنا انه ما نتركهم لهالشيء. كمان في عندنا كثير مسنين بيعتازوا ادويه، بيعتازوا عمليات مي زرقاء وهيك، بنجرب قد ما فينا انه نساعدهم. كمان عندنا مطاعم البصمه حتى على الميلاد، نحن بنعمل لهم غدا الميلاد بهالمطعم يلي هو هلا ببادارو. نحن بنطعميهم كل نهار خميس وسبت، اطباق ساخنه مجانيه.
كمان بنعمل لهم احتفالات العيد، بنجيب لهم كادويات بنحسسهم بمعنى العيد. هذا للمسنين فقط يعني؟ كمان عندنا للمسنين دينر ديليفري، يلي هو فان بيبرم كل ثلاثه على بيوت المسنين والاشخاص المقعدين يلي ما فيهم يجوا على المطاعم، بيأمن لهم وجبات ساخنه لكل الجمعه. مشكورين عن جد على الجهود الكبيره اللي بتعملوها. قلتي لي بدايه الحديث انه بتحاولوا انكم توصلوا العائله لنوع من الاستقلاليه بحيث مزبوط. انه تكمل لحالها، يعني تبطل بحاجه لمساعده ولا اسيستانس كل الوقت. شو بتعملوا يعني غير التقديمات الماديه من الشق النفسي او المهني او تدريب الاولاد او شباب العائله؟ شو بتعملوا؟ اكيد نحن بهالتاهيل بنركز على ناحيتين، هي التعليم للاولاد لنوصلهم لمحل يصير عندهم شهاده يقدروا يشتغلوا أشغال فيها مردود معقول أكيد يزيد، يعني اللي عنده شهادة غير ما يكون تارك من قبل البروفي عم يشتغل مهام بسيطة، يمكن بالأول بحس في مصاري بإيده هو صغير، بس يكبر بحس خلاص محل هو استابل ما عم بيتقدم. وعلى شق النفسي وشق الشغل كمان عند الأهل، لأن هالأهل يلي تكوكعوا وقاعدين كل الوقت بخافوا من المجتمع، بخافوا يظهروا، يمكن بخافوا يعملوا انترفيو لولا شغلة بسيطة، يعني لولا أنه سكرتير يمكن بس ترد على التليفون أو هيك، عندهم هالخوف من المجتمع، هالدنية عندهم إياها. نحن منجرب قد ما فينا نشتغل على هالأشياء، أكيد بنعمل لهم دورات، بنتعاون مع غير جمعيات بهالموضوع أنه نعالجهم نفسيا، يشوفهم بسيكولوج، نهتم فيهم على كل الأصعدة. وأكيد يعني عنا مثل شبكة أشخاص هن بنتعاون معهم، بيكون عندهم أشغال بسيطة تيقدروا هالأهل يلي منهم كتير متعلمين يقدروا يشتغلوا ويطلعوا مدخول. هلأ بالنسبة للأولاد منتبعهم حتى مع المدارس، حتى عنا كور بارتيكولية بعد الظهر للأولاد يلي عندهم تقصير بالمدرسة لنجنبهم أنه يفلوا من المدرسة. وأكيد بالبيت يمكن كتير أيام ما بيكون الجو مناسب ليجي الولد بعد الظهر يدرس ويقدر يقعد بمحل ما عم تنزل المي على راسه وما عم ياكل قتله. بنجرب ناخذهم لعنا بنعمل لهم كور بارتيكوليه، اساتذه بروفيسيونيل اكيد تيقدروا لانه عندهم حجاز خاصه. بس مع هيك مشاريع هالقد كبيره بحاجه لفريق ضخم لحتى يلحق على كل هالمساعدات. مين اللي بيتطوع بهال؟ كلكم متطوعين؟ الكل متطوع؟ نحن في عنا فريق اعمال وعنا متطوعين حوالي 30 متطوع. عنا الميزه ببسمه انه كل متطوع هو بيتابع عائله اون ديريكت، يعني بيكون التنسيق اذا بدك معي او مع المكتب بيشاركنا بخطه العمل، هو اذا بدك صله الوصل بيناتنا وبين العائله، لان بتعرفي يعني اذا الفريق ما انه كثير كبير ما بنلحق نطال ال 100 عائله، بيكونوا هالمتطوعين هن عم بيعيشوا هالعلاقه الحلوه، هالمعرفه، هالخبره. صح، بتكون علاقتهم مع شخص واحد بيرتاحوا له بصيروا بخبروه، يعني بيكون اقرب، بصيروا العيال هن وياهم كانه عيالهم او كانه اصحاب. اكيد كثير بنساعد المتطوعين ليضل عندهم هالحاجز انه ما يخلطوا، يعني ما يعيشوا المشكله، ما يبكوا معهم، ما هيك بدها كثير يعني جهد، هيدي بدها تمرين كمان. مزبوط. شكرا لك ألان، حضرتك مساعده بس. اجتماعيه منسقه عائليه بجمعيه بسمه، وذكرتي رقم التليفون لكل اللي بيحبوا ياخذوا تفاصيل 013-388-3938. في الويب سايت كمان تبعنا www.basma.org. بمناسبه السنه العشرة بسمة رح كمان تطلق الويب سايت الجديد تبعها. اوكي، كل اللي بحبوا انه يتبرعوا او يساعدوا او يتطوعوا او يعني يسالوا اي من الاسئله، اعطتكم علينا كل العناوين. بعد البريك رح نكمل، خليكم معنا.